قدامنا مباراة طلائع الجيش ومباراة في الدوري. كنا بنتناقش مع الكابتن محمود صالح في لو انت برضه مدير فني كبير وعارف يا كابتن علاء، تفكر في المباراة دي ازاي؟ تاخد طلائع الجيش ك اعداد او بروفا حقيقيه تجرب فيها جزء معين، ولا ممكن طلائع الجيش ده تكون مباراه مش هنقول تحصيل حاصل، ما فيش تحصيل حاصل في الكوره يعني، دي لغه انتهت، لكن حساباتها مختلفه فتبدا تحط تفكير مختلف يعني. انت ممكن أنا هيشتغل ازاي يعني؟ وجهه نظري ان مباراه طلائع الجيش تجرب فيها الناس اللي هي ما خدتش الجرعه بتاعه مباراتين افريقيا، وجهه نظري خلاص ان الموضوع اتحسم والنادي الاهلي بطل الدوري، ما منع بقى للاصابات، منع اللي انت برضو بتجهز الصف اللي هو موجود الثاني. انا كنت عايز اتكلم في جزئيه مهمه، ان وضع طبيعي لان بدا في بعض الاقاويل ان علي لطفي جه في جون ولقى والنادي الاهلي بيبحث عن حارس ثالث، قصه كده ده كده ده يعني ما بس لسه يعني بس بص يا كابتن، انت مدرب وعارف وضع طبيعي جدا. انت النهارده فرقه الوداد مغلوبه على ملعبها 2 ومغلوبه الشوط الاولاني في القاهره 3، انت كمدير فني هتقول ايه لفرقتك ما بين الشوطين؟ دي من اصعب المواقف اللي تعدى على اي مدير فني. طبعا هتقول لفرقتك ايه؟ انا مش هكسب، بس انتوا يعني دي محاضره نفسيه بحته حقيقي. اللي احنا النهارده تخرج باقل الخسائر، تطلع بشرف. دليل على ذلك الفرحه الكبيره لما جابوا الجون في الدقيقه 80. ايوه معنى كده ايه؟ ان في حاجه لعبوا عليها اتقالت لهم ونجحوا فيها، اللي هم ايه؟ جابوا جون مثلا قللوا الفارق، فده وضع طبيعي. وجيري خد الكوره عايز يقلل الفارق يعني، هو برده يعني هو مش هيكسب كده وكده وخرج كده خلاص، الموضوع خلص بالنسبه له. بس انا قاعد افكر انت ليه بتقول كده؟ ما وضع طبيعي ان فرقه الوداد في الشوط الثاني هتبقى على الاقل تعوض وضع طبيعي، وضع طبيعي ان يجي جول حفظ ماء الوجه زي ما بيقولوا ايه ده؟ يعني حتى جون لحفظ ماء الوجه زي ما بيقولوا. انا بقول لك يعني الفرحه الكبيره، انا حتى كان ابني قاعد معايا بيقول لي هو فرحين كده؟ قلت له يا ابني ما اصل دي مهنه. والراجل قال لهم احنا في كارثه، احنا ما حصلناش كده قبل كده، ان احنا نتغلب على ملعبنا والشوط الاولاني 3 وممكن يتضاعف الرقم، هتبقى كارثه في تاريخ الوداد المغربي. فالنهارده الوضع طبيعي ان انت هتخش ما بين الشوطين هتشد اللعيبه دي، ولا بقى انت تطلع اليمين وتقفل الشمال، لا دي محاضره نفسيه، انتوا عايزين ايه؟ النادي في حاجه مش كويسه. فطبعا وضع طبيعي اللعيبه هتنزل الشوط الثاني حاجه ثانيه خالص، وجابوا جول. مش معنى كده ان علي لطفي ايوه بس علي لطفي ملوش اي علاقه يعني، كره تسديده هو خطا مخطأ في التلت الدفاعي بتاعنا، الراجل شاطه بشكل مميز جدا جاب جول، يعني ايه العلاقه بينه وبين علي لطفي؟ عادي ابقى ماسك الكوره في اخر 10 دقائق اخر وضع طبيعي، ايه المشكله؟ ما احنا نشوف يعني في ناس ايه بتحكم ايه؟ اصل مش معقوله 90 دقيقه هنا و90 دقيقه هنا هتسيد مفيش كوره كده كله صحيح. ما ينفعش مش في كره القدم يعني. يعني حضرتك كابتن علاء شايف انه يدي موسيماني فرصه للبدلاء؟ طبعا وطبعا وريح عناصرك الاساسيه بالدليل اللي هو طلع الشناوي وطلع بنتكلم على طلائع الجيش حسين الشحات تمام، ولاعب خمسه اللي هم ما لعبوش كهربا وليد سليمان وجيرالدو واحمد الشيخ وعلي لطفي يعني، ده في التغييرات كلها في المباراتين انت بتتكلم في المباراتين يعني هو عايز يدي دول. ففرصه انت عندك 90 دقيقه ادي الناس دي، عشان لو احتجت حد انت مش عارف في لحظه في تمرين يحصل لها في جزئيه كابتن وليد برضو صلاح قال نقطه مهمه، انك برضو لازم تدي شويه محمود وحيد، ممكن تبدا بمحمود وحيد لان انت عندك علي معلول وطبعا احمد فتحي مش هيكون متواجد معاك في المباراه النهائيه، فالبيك اب الطبيعي بتاع علي معلول هو محمود وحيد. ساندي باي طبعا في يعني لازم اعتقد ان هم يعني عندهم أكيد الخبره اكيد طبعا احنا يعني الخبره طبعا في اللي هم هيعملوا ايه يعني. ف ردا على السؤال لا انا يعني افضل ان هو يبتدي بالمجموعه بحيث هو ياخد لقطه مباريات ويدخل في فورمه الكوره.